السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم محمد كريمي. موضوع فيديو اليوم هو هذا التلفاز من نوع LG 14 بوصة CRT، تلفاز من النوع العادي، به مشكل فقط اللمبة الحمراء هي شغالة ولكن التلفاز لا يقلع. الآن سوف نقوم بفتحه ونكتشف العطل الذي به ونحاول إصلاحه مع بعضنا إن شاء الله. أتابعوا معي. هذا هو شكل التلفاز من الداخل. إذا أول شيء علينا فعله في مثل هذه الأعطال هو التأكد من الجهود التي تخرج الباور سبلاي، وذلك بالطبع بعد التمعن جيدا في المكونات المكتفة بالخصوص، لربما تكون هناك يعني مكتفة منتفخة أو شيء. إذن الآن نوصل التلفاز بالكهرباء. بسم الله، هي اللمبة شغالة، حتى لمبة الباور أصدقائي فهي تظهر على أنها يعني مشتعلة بشكل يعني خافت، لاحظوا. المهم نأخذ المالتيمتر ونضع الأرضي مع الأرضي أو سالب المالتيمتر مع الأرضي التلفزيون. أنا أضعه هنا في هاد تشينر فهو متصل مع الأرضي. إذن نتجه مباشرة إلى كوليكتر ترانزستور اللاين THT، هذا هو، هذه هي اللاين THT وهذا الكوليكتر الخاص بترانزستور اللاين. يكون هنا عادة يعني أصدقائي 110 فولت 120 فولت يعني على حسب نوع التلفزيون. إذن كما تلاحظون موجودة هنا 125 فولت، هذا الجهد جيد. إذن سوف أتجه مباشرة أصدقائي إلى سنسر الريموت كنترول وسوف أشرح لكم لما، ونقوم بقياس الجهد المسؤول عن تشغيل سنسر الريموت كنترول. لاحظوا موجود هنا 4 فولت. لماذا أصدقائي قمت بقياس أو فحص هذا الجهد؟ بالمناسبة هذا الجهد فهو به مشكل. لما؟ لأن هذا الجهد سنسر الريموت كنترول يشتغل بجهد الذي يشتغل به أيضا الكنترول التلفزيون، هذا الكنترول، هذا الاي سي بروسيسر التلفزيون، فهو يأخذ يعني نفس الخط أو نفس الجهد الذي يتغذى به سنسر الريموت. بما ان هنا يعني جهد يعني كما تلاحظون 4 فولت، المفروض هنا ان تكون 5 فولت. طيب بما ان يعني تتساءلون لما يعني كيف عرفت ان هنا المفروض ان تكون 5 فولت؟ لان اصدقائي في التلفزيونات العاديه السي ار سي كنترول التلفزيون فهو يشتغل ب 5 فولت، البروسيسور، بروسيسور التلفزيون، وايضا الابروم، لاحظوا هنا موجود ابروم، هذا ايضا يشتغل ب 5 فولت. لاحظوا موجود هنا فقط 4 فولت، نفس الجهد الموجود على سنسر الريموت كنترول ونفس الجهد الذي سوف نجده داخل الى الكنترول لنتتبعه. مثلا اعتقد بانه هذا، لاحظوا حتى الكنترول بروسيسور التلفزيون به 4 فولت وهذا الجهد يعني المفروض ان تكون 5 فولت. اذا موجود هنا خلل بالتاكيد، ولهذا التلفزيون لا يقلع، عالق فقط على اللمبه الحمراء وحتى هي يعني شغاله بشكل يعني خافت. اذا سوف نحاول تتبع يعني مصدر هذا الخمسة فولت، وتكون عادة يعني مصدرها ريجليتر منظم للجهد. لقد لاحظت هنا شيء مكتوب يعني 5 فولت، لاحظوا مكتوب هنا 5 فولت اوت. اذا هذه هي، هذا هو المنظم للجهد المسؤول عن 5 فولت. اذا لاحظوا مكتوب هنا اوت اي يعني اوتبوت يعني خرج، وهنا ان اي يعني كلمة اختصار لكلمة input يعني دخل، فالخرج هنا
4 فولت سوف نقوم بقياس الدخل. لاحظوا الدخل حتى هو يعني نفس قيمة الخرج، والدخل يعني متشابهان نفس هذه القيمة. المفروض هنا أن تكون أكثر يا أصدقائي، هنا أن تكون يعني 5 فولت وفي الدخل تكون أكثر من هذا الجهد. لاحظوا هنا مكتوب يعني أعطانا في المالتيمتر 4 فولت، إذن الدخل به خلل أصدقائي المفروض أن يكون أكبر من هذا الجهد، لأن هذه ريجليتر تدخل مثلا 8 فولت وتحولها إلى 5 فولت أو 12 فولت وتحولها إلى 5 فولت. إذن لنتتبع الدخل، نقوم بتتبع الدخل. إذن هذا هو، سوف نقوم بقياسه هنا في هذا المكتف. لاحظوا الآن التلفاز لقد اشتغل، سمعت بأن اللاين يعني اشتغلت، كيف هذا؟ لاحظوا التلفاز الآن لقد أقلع مباشرة عندما قمت بلمس أرجل هذا. هنا هذه مكتفة، يعني سرعان ما عملت هكذا يعني اشتغل التلفزيون. لنلاحظ هنا مجددا، لاحظوا هنا 5 فولت الدخل 8 فولت. إذن أصدقائي أعتقد بأن موجود هنا سوء اتصال، يعني عندما لمس هذا الرجل لقد موجود هنا سوء اتصال أصدقائي. رجل هذه المكتفة ليست ملتحمة بشكل جيد. سأقرب الكاميرا عندها ونرى. لاحظوا سأطفئ التلفزيون لكي لا يقع أي مشكل وأريكم. لاحظوا هذه المكتفة، لاحظوا رجلها تتحرك. لاحظوا يعني لقد ضعف القصدير عليها وأصبحت يعني غير ملتحمة جيدا، ليست ملتحمة جيدا وبالتالي كانت هي سبب المشكل. لاحظوا ولهذا عندما قمت بلمس هنا اشتغل التلفزيون. إذن هذا هو سبب المشكل. سوف نقوم بتلحيم، إعادة تلحيم تلك المكتفة. يعني بعض الأحيان نكتشف بعض الأعطال نكتشفها يعني بالصدفة، فكما الحال مع هذا التلفاز يعني سبحان الله. إذن ولكن أيضا لقد قمت بالتتبع يعني المشكل بشكل صحيح، لولا أنني يعني لم أتتبع المشكل من البداية بشكل صحيح لما وقعنا يعني صدفة في هذا المكتفة يعني غير ملتحمة جيدا. إذن لنعيد تشغيل التلفاز الآن. الآن قد اشتغل، ولاحظوا حتى اللمبة يعني شغالة بشكل يعني مشتعلة بشكل جيد. إذن التلفاز هو أقلع، نضغط على أحد الأزرار هنا. الآن التلفاز يستجيب يعني للأزرار جيد. إذن أصدقائي كما لاحظتم يعني طريقة تتبع العطل، لقد تم إصلاح التلفزيون. المشكل كان بسيط، فقط تلك المكتفة كانت يعني ليست ملتحمة بشكل جيد. وهذه الطريقة أصدقائي سوف تفيدكم يعني في جميع التلفزيونات، حتى LCD والبلازما إلى آخره، لأن دائما في التلفزيونات نجد بأن سنسر الريموت كنترول فهو يأخذ نفس الجهد الذي يتغذى به الكنترول. إذن فهذه الطريقة يمكنكم استعمالها في جميع أجهزة التلفزيون. وللإشارة ليست كل التلفزيونات لها سنسر الريموت كنترول يشتغل ب 5 فولت،
فيوجد تلفزيونات تشتغل ب 3.3 فولت، وأغلب التلفزيونات البلازما والليد والال سي دي، فدائما كنترول التلفزيون وسنسر الريموت نجد به 3.3 فولت. أما أجهزة التلفزيون السي آر تي القديمة كلها 5 فولت، باستثناء البعض يعني الإصدارات الأخيرة نجدها يعني تشتغل ب 3.3 فولت، كالموديلات الأخيرة لتلفزيونات السي آر تي في تلفزيونات في يعني ماركة ال جي، فكلها تشتغل ب 3.3 فولت. سامسونج كذلك. أما الإصدارات القديمة كهذا التلفزيون 5 فولت، والتلفزيونات الصينية سي آر تي إلى آخره. إذا أصدقائي نأتي لنهاية الفيديو، أتمنى هذا الفيديو أن يفيدكم ويعجبكم، وإلى الفيديو المقبل، مع السلامة.